علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجع من الشام بقافلة لقريش، فأرسل إليها 314 رجلاً لم يكن فيهم غير فارسين. وأرسل أبو سفيان إلى قريش لتحمي قافلتها، فخف إليه 950 رجلاً جلهم من الفرسان وفيهم كبار سادة قريش. وبعد نجاة قافلة أبي سفيان طلب من قريش العودة، ولكن أبا جهل أبى الرجوع إلا بعد النزول ببئر بدر والإقامة 3 أيام، قائلاً إن ذلك سيجعل العرب تهابهم. ولم يعلم المسلمون بنجدة قريش للقافلة إلا بعد اقترابهم من بدر، واستشار النبي أصحابه في الأمر فأشاروا بالقتال وأن يبنوا حوضاً يملؤونه بالماء بعد أن يفسدوا ما سواه من الآبار. وفي 17 من رمضان 2 للهجرة دارت المعركة، فبدأت بالمبارزة على عادة العرب، ولم تطل المعركة إذ حلت الهزيمة بقريش، وقتل منها 70 رجلاً فيما استشهد 14 من المسلمين.